مرحبا شباب، عم سجل. دقيقة عم سجل. اوكي مرحبا شباب، معنا اليوم لعبة سبونج بوب الجديدة على الايفون، لعبة سبونج بوب سكوير باندز حقت المطعم. طيب خلينا نبلش باللعبة بالمرحلة الأولى، نوريكم كيف تنلعب. ايش بك يا صديق؟ أبي لك واحد قهوة. أدي واحد قهوة. واحد برجر بالتوت وواحد برجر بال مش عارف شو اسمه ليلة، بس لما يخلص واحد برجر بالتوت، برجر بالتوت، برجر بالمربى. طيب برجر توت، نزيد واحد مربى. ايش هذا؟ قهوة توت. اوكي برجر عادي. دقيقة بس، دقيقة دقيقة، خلاص ما عليك، هذي واحد عادي، واحد برجر توت، واحد قهوة، واحد عادي، واحد توت، واحد قهوة، واحد عادي. واحد توت، واحد مربى. ربحنا جائزة 5 جواهر. طبعا يا شباب خليني اوريكم شيء، بس الجواهر اللي نربحها للاسف جانا اعلان الحين، ما مشكلة بعد ما يخلص اعلان حوريكم ايش نسوي في الجواهر اللي نربحها في لعبة سبونج بوب الجديدة اللي على ايفون واندرويد. طيب خلصنا اعلان زي ما انتم شايفين. اوه ايش اللي يصير؟ طيب خلصنا اعلان زي ما انتم شايفين الحين. اوه ما يبغى يطلع، ما يبغى يطلع، جديد جديد. خلص خليني اذا ليف كويت. اوكي الحين زي ما انتم شايفين يطلبوا منا اشتري هذا الخلاط جوهرتين، ما ادري ايش فايدته بس خليني اشتري. اوكي كذا شرينا الخلاط، بعد ربع ساعة حيكون جاهز. لو بغينا انه نعجل عليه لازم ندفع 15 جوهر. لا يا عمي خلاص اللي يجهز بعد 4 ساعات. طيب زي ما انتم شايفين هذه كانت لعبة سبونج بوب الشباب، لعبة جديدة على الايفون. نشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.